بعد ما تابعنا الاخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا نشوف الاخبار اللي هتحصل النهارده ان شاء الله، والخاصه بموعد غلق باب حجز شقق سكن مصر، والاحتفال كمان باليوم العالمي لترشيد المياه، وكمان جامعه عين شمس هتناقش النهارده تاثير ازمه اوكرانيا على مصر والشرق الاوسط. أخبار كتيرة هتحصل النهاردة، منها إن محافظة الجيزة هتنظم احتفال بمناسبة اليوم العالمي للمياه، وهيتم تدشين حملات توعية لترشيد استهلاك المياه، وكمان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة هيشهد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بديوان عام المحافظة. في جامعة عين شمس النهاردة هيعقد مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية ندوة بعنوان الأزمة الروسية الأوكرانية وأثرها على مصر ومنطقة الشرق الأوسط، وده في إطار الموسم الثقافي للمركز للعام الجامعي 2021-2022. النهاردة آخر فرصة لحجز شقق سكن مصر في 9 مدن جديدة، والموقع الإلكتروني للحجز هيقفل الساعة 12 مساءً، وتخصيص الوحدات هيكون بأسبقية الحجز الإلكتروني على موقع الصندوق. كمان النهاردة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة هيتم انطلاق بطولة كأس العالم للخماسي الحديث اللي هتستمر لحد يوم 27 مارس، وتم تحويل ملاعب التدريب المختلفة في الجامعة لملاعب مخصصة لممارسة مسابقات الخماسي الحديث اللي بتشمل السباحة والمبارزة والفروسية والعدو والرماية.